يا المشاهدين، حاول كي بحال التراكات هادوك كيعجبني نتمزك عليهم. علاش؟ حيت كيكونوا دي فيلينغز، فهمتي؟ كيكون داكشي خارج من القلب، والتراك اصلا ما كيخلي لك ما تقول، كتبقى غادي متبع وفهمتي كتفهمه، فهمتي البلان؟ كتفهم داكشي اللي كيقول وكتحس بيه وكدير راسك في بلاصتو. يا صاحبي ما كتعوض حتى شي لعيبه، وحق الرب. خوت اللي عنده والديه الله فيهم، اللي ما عندوش الله يرحمهم في هاد النهار. اوجه اوجه نطقه يا البيبجه اوجه اوجه. واش الخوتاني، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم غادي نريكتيو على البلان ديال الشيرك الخوت، شحال هادي ملاح. المهم حطيتو لي بزاف ديال الدراري، حطوا لي في كومونتيرات التراك هذا. كنت بغيت عليه البارح الساعه 10 وشي بلانات، التراك ديجا طلح البارح، وقالوا لي الدراري بانه في الوالده ديالو توفات ليه الشهر اللي فات. المهم الا كان كيتفرج في هاد الرياكشن هادي، الله يرحم ليه الوالده في هاد النهار هذا، والله يرحم الوالدين ديال اي واحد اللي توفى والخوت. المهم صولا ماشي هو الخوت، نتمسكوا التراك. الا كان تراك على الوالده ديالو يلا توفات، يعني غادي يكون شي تراك حزين، فهمتي البلان؟ المهم الا كانت اول مره كتشوف لا فيديو ديالي، ما دير والو، تسالي رياكشن، عجباتك لايكي، ما عجباتكش ديزلايكي. مشو نتمسكوا الخوت، نشوفوا البلان شحال هادي ملاح. اخر تراك رياكتين عليه هو البلان ديال دينيرو، غادي تلقاو هنايا رياكتين عليه، تلقى الرياكشن. مشو نتمسكوا الخوت تراك، ليتس جو. واه الوالد ديالو هذيك واقيلا عرفتي كتشبه ليه فوتوكوبي ديالو، وحق الرب. حقق لي كنت عليك انا نار، بغيتك تفرح بيا حيت عارفك جيتي كتصبر. كاش مريضه مسكينه وقال، فهمتي؟ بحال الدياسك هادو ما كنبغيش نرياكت عليهم الخوت، وحق الرب. حيتاش المهم كيكونوا، فهمتي؟ ما كتكونش رياكشن، المهم ما كنرياكتيوش، فهمتي؟ كيكون الحزن بزاف، ولكن بين بحال التراكات هادو كيعجبني نتمزك عليهم. علاش؟ حيتاش كيكونوا دي فيلينغز، فهمتي؟ كيكون داكشي خارج من القلب بروجول. شوف فراير كسبان وعدنا قريب ما بيتميلي، تخبي حتى واحد فيهم ما حاس، واخا كلشي كيبغي راسي لك لانيا كنبي وخلاص، عقلي كيقول لي من نفاتك باقي عقل. بلان كيفاش كيبان لك كيرابي بحال كيرابي الراس، فهمتيني؟ الديسك ديالو هذا ما احطو، فهمتي بلان؟ كيبان لك داكشي اللي حتى من طريقة ديال الراب، هذاك الشيء كيبان لك خارج من القلب، كيبان سبحان الله. أول باطا أول منتف أول كلمة طريق الشيطان، عمرها داو لو ستمت فيا شربت من السما، وأنا هيت وأنا ندمت لو ستمت سما، سوقا توكسيك وبن كلوك وشرب من السما، وناسي كل شيء ناسي الله، نزال الحلم وخلي كل شيء الله، جينا نظلام بغينا نكونوا نور، في قلبي صولا مامي ميا بار. والله اخو فهمتي، عاد قلت لكم بحال هاد الرياكشن كيكونوا سميتو شويه سبيسيال، يعني ما كتعرف ما تقول، واحد قرب فهمتيني؟ يعني هذاك الشيء فهمتي اش تقول، واحد قرب الاربع، والتراك اصلا ما كيخلي لك ما تقول، كتبقى غادي متبع وفهمتي كتفهمه، فهمتي البلان؟ كتفهم هذاك الشيء اللي كيقول وكتحس به وكدير راسك في بلاصتو. قرب هاد البلان هذا، واحد قرب قال ديال حد كتزيد وكتزيد تحقد وكتزيد، فهمتي؟ فاش كنا صغار كنتي كتقول ناري، بعدا انا كندوي على راسي، فاش كنت صغير كنت كنقول ناري ما كرهتش، فهمتي؟ كيبان لي شي واحد كبير كنقول ما كرهتش كوكش في بلاصتو، انايا ما نقرا ما والو،
كيفاش كتكبر كتلقى شي لعيبه فهمتي كتار من هذيك السنين من القرايه، وعاوتاني كتفوت هذاك السطاج، ما حدك كتكبر وما حد داك الشيء كيزيد صعب. فوق فراحك كتستار كتزيد تكسح كتشعلها في وسط الدار، كتشوف الدباب في هاد الدروب صح في وسط الدروب، كتشوف البلاد بحاسب عيوبك تزار صوع مال عيوب امي، كتزاد كاش كتزاد الذنوب غير فلاش صاحبك كيتقلب هدوك امي، شارجي على كابيس على الله كولا سوني بتا كنحس بيت وفا لنتينا كتشوفو، شارجي الكابيس على الله الكورا سوني ارتاح لا لا لقطة كبيرة فوق صح صنعنا فينا شكون خسار شكون ربا كل شي بيان زادو ضحية تا ما بقى لي ما شرا، وانا واللي طولنا العجرة في ظلام ودافع جراح في ظلام اللي راحتي كان جبرة دخان وكاس وكلام سلاح دخان وكاس وكلام وسلاح عودي خويا الله يرحمه الله يرحم الوالدة وحقا وناسي كل شي ناسي الله نزال الحلم ومخلي كل شي الله جينا مطلاب بغينا نكونو نار في قلبي صولا مامي ميا مامي مامي ماما ميا الوالدة صاحبي مكتعوض حتى شي لعيبة وحق الرب، خوت اللي عندو والديه يتهلا فيهم واللي ما عندوش الله يرحمهم في هاد النهار هذا وحق الرب. كسبك برضا مع نفسي عايش لاكيريا ساكت وفي وسط راسي صدار او مامي ماما ميا كسبك برضا مع نفسي عايش لاكيريا ساكت وفي وسط راسي صدار. فيديو كليب حاقد تراك حاقد كما قلت لكم رياكشن جاي حاقده فهمتيني بحال الدياس كذا ما كنبغوش نرياكتيو عليهم حيت كتكون عارف شنو كيكون فيهم فهمتي فلان كتكون عارف بان كل الحزن وداك التخربيق، ولكن المهم الله يرحم الوالده ديالو في النار هذا الخوت اللي عنده والديه تهلا فيهم اللي ما عندوش الله يرحمهم. عجبتك رياكشن اخوت اش نقول لكم ما فهمي عجبت رياكشن وحق الرب فهمتي. المهم بارطاجي ولايكي مع العشرين الخوش، ما عجباتك زيد لايكي ما كاينش مشكل، تلاقوا في نهار جديد ورياكشن جديد وان شاء الله وليا في راسكم اخوش يلا تهلاو الخوت وديزوري بوتفونيكس نو انترنت الله يعاونكم.